تعالوا بقى نكمل ونقول لحضراتكم برضو الجديد في موضوع المونديال. الاتحاد الدولي لكره القدم اعلن الدليل هنا الرسمي، هي ابلكيشن يعني لمشجعي بطوله كاس العالم، هو دليل المشجعين ده بقى، او الابلكيشن دي بتضم كل حاجه بقى حضراتكم تتخيلوها، معلومات شامله عن البطوله، منها تفاصيل عن المنتخبات المشاركه، جدول المباريات، ارشادات حول الوصول لاستعدادات البطوله يعني الثمانيه، اضافه كمان لدليل الدليل بالارقام الهامه للمشجع، دليل الخدمات الطبيه، يعني عدد من المباريات طبعا والحاجات المفيده، وعندك باللغه العربيه يعني بس. لا بص عشان كل ده عشان في الاول وفي الاخر يساعد الزوار اللي بيتحدثوا العربي كمان على التواصل، اعتقد نقطه مهمه جدا. وانت زي ما بتقال كده بجد يعني في شغل معمول كويس جدا يا كريم طبعاً يعني طبعاً. الحق يقال بغض النظر بقى عن اللي يقول لك كانت غلطه كانت مش غلطه كانت لا خطوه سليمه في اختيار قطر او غيره، الكلام ده كله لا يعنينا، البلد دي او هذه الدوله لا عامله افضل ما لديها بصراحه، وانا اعتقد ان الصوره هتطلع من افضل ما يكون، فبالتوفيق ان شاء الله. عايزين برضو نشوف صوره حلوه تنظيميا وزي ما بتقال كده انت دوله عربيه، فاحنا نتمنى ان هي تكون تجربه ناجحه يعني، ونتمنى برضو ان شاء الله احنا زي ما كنا بنتكلم 2036 كان 36 تقريبا صح 36 تقريباً. ان ربما ليه لا برضو احنا نستضيف عشان دولة تتصدى لفكرة ان هي تقدم ملفها عشان تنظم فعاليات كاس عالم لازم تكون ضامنة ان هي قدها وقدود، وهم الحقيقة على رأيك انا وانت على رأي كلامك يعني فعلا اشتغلوا على الملف ده بمنتهى الدأب والإصرار وعملوا حاجات اقرب للمعجزات الحقيقة في زمن قياسي، وفي شوية مستجدات نتج عنها ان الموضوع ظبط عن الاول بما فيها مثلا التوقيت اللي كان المفروض تنطلق من خلاله فعاليات كان شهر 6 كان هيبقى صعب قوي، لا 6 في قطر دي استحاله يعني كويس ان النقطه دي اتظبطت مبدئيا يعني لو احنا ان شاء الله الاولمبياد برضو يعني احنا بص في شغل بيتم وفي تقدم في ملف الرياضه في الدول العربيه المختلفه واحتضانها واستضافتها ليه يعني محافل عالميه ودوليه ربما كانت بعيده الى حد ما في السنوات الاخيره عن ان اي دوله عربيه حتى تفكر ان هي تستضيفها، دلوقتي اصبحنا بنستضيف وبننافس، فبالتوفيق. لا النقطه اكيد انا اعتقد هنشوف مونديال ناجح باذن الله مفيش شك يعني. ان شاء الله، ونستمتع كمان بقى بوجبه كرويه دسمه لما نتفرج على اكبر منتخبات العالم وهي بتتنافس ضمن فعاليات هذا المونديال ان شاء الله. نتابع كلنا مونديال مميز جدا.